الثاني قبل انطلاق هذه المباراة كما تابعتم على الحسابات الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية. إلى التواصل الاجتماعي، كان تكريم من نوع خاص للأتلتي لسنوات كثيرة تم تكريمه اليوم من طرف عناصر الفريق الوطني. الوطني يبحث عن وجه آخر، لعب السيميتاس. تنطلق هذه المباراة الوطنية، الضغط العالي، الضغط من يوسف نصيري وزكريا بوخلل وتدخل الحارس بيدرو. الملعب السابق للأتلتي قبل التحول للسيميتاس متروبوليتانو خطأ، والحكم يتدخل للإعلان عن المخالفة لمصلحة المنتخب البيروفي. كان تدخل نايف أغارد الودي منها والرسمية، كرة للأمام في منطقة الجزاء، لكن بان من جديد للعناصر الوطنية، للعناصر الوطنية للأمام، للأمام سيروا للأمام. البيروفي من ميغيل تراوكو، ميغيل التغطية والتدخل من من زكريا بوخلل. الحكم يطالب بمواصلة الفينكولا. الفينكولا يمر صعبة للبيرو، لكن الحكم يرصد وجود خطأ لمصلحة العناصر الوطنية. الفريق الوطني الذي يبحث عن ذاته في الدقيقة الأولى من هذه المباراة، مرة طبيعي جدا العناصر المباراة. كرة للأمام، 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 سيروا للأمام، والحكم يطالب بمواصلة اللعب. يقول ما فيها ولا شيء، يقول ما فيها ولا شيء للفريق الوطني. فرصة كان بفينكولا لويس. أدفينكولا هجومي ممتاز جدا. أدفينكولا كرة رأس التي تعلق لتوقيع الهدف الأول في هذه المباراة، وجلس مرة أخرى وطنية لصناعة اللعب في هذه المباراة. كلكم سمعة الفريق الوطني سبقه لكل أنحاء العالم. التغطية من جديد من حكيم زياش الذي يشهد كثيرا مع انطلاق هذه المباراة. كان خطأ واضح، والحكم يتدخل، وأكيد أنه لازم أنه عبد الصمد من الطرف الأيسر يلعب في منطقة الجزاء، لكن تمضي بعيدا عن مرمى الحارس بيدرو غاليس. بيدرو غاليس هذه كرة أولى في هذه المباراة، كان بإمكانه أن تغير من النتيجة. عبد الصمد الزنزولي يعني الكفاءة لعب الأتلتيكو مدريد، دون النغفل عن سانتياغو برنابيو. أعمال إعادة العناصر الوطنية. كرة للأمام من زكريا بوخلل لحكيم زياش، طلب للكرة من الطرف الأيمن حسين مزراوي. ألا لا، كان بالإمكان أن يكون أفضل مما كان في الكرة الماضية. يوسف نصيري كان بإمكانه توقيع الهدف الأول في هذه المباراة. عمل كبير من نصير المزراوي الذي يتحرى من الرقابة، لكن زكريا بوخلل لحكيم زياش. شوف التمريرة تلف تماما. كرة في منطقة الجزاء وتدخل جاليس، والحكم يقول ضربة خطأ لمصلحة المنتخب البيروفي لحارس مرماه جاليس. بادولا ما شفناش كثير. كولا يوسف نصيري، نصيري حاول أن يلعبها بالرأس نحو مرمى بيدرو غاليس، لكن لم يكن موفق في الكرة الأخيرة، تتحول بعيدا لمصلحة منتخب البيرو. لاتزوري الإيطالي، كرة للفريق الوطني للأمام، لكن راي مرفوعة، راي مرفوعة من طرف الحكم المساعد الذي يعلن عن تسلل يوسف نصيري، لكن البيرو بشكل آخر. كرة من بلال والتغطية من دفاع المنتخب البيروفي، التغطية من دفاع المنتخب البيروفي، والكرة ضربة مرمى للحارس بيدرو غاليس. افتخار لكل البيروفيين. كرة للأمام، للأمام، وتدخل فقرت الأمام لحكيم، حكيم لزكريا بوخلل. بوخلل 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 يتحصل. كرة من عبد الصمد الزنزولي لحكيم زياش، زياش يلعب حكيم عالم. كرة للأمام، كرة تكاد يعطي الله، وتغطية كاريو أدفينكولا متسلل، والبقية تكفل بها نيفغارد يتدخل لبعض الخطر. كرة للأمام، زكريا النصير، يلا يا نصير، كرتك يا نصير، ويوسف نصيري، وتدخل دفاع المنتخب البيروفي تضيع فرصة أخرى للفريق الوطني. كان بالإمكان وأننا نتابعوا له هدف هذه المباراة. يا بوخلل، عبد الصمد السنسولي، عندك المساحة للتمرير، تسديدة عابرة لكل الحواجز من حكيم زياش. حكيم زياش كان بإمكانه أن يسجل الهدف الأول في هذه المباراة. ريت لبلال، بلال نحو حكيم يسير وحيدا، لن تسير وحيدا يا حكيم، والحكم لم يعلن. كان خطأ، يلا زكريا، يلا زكريا، زكريا كرتك يا زكريا. المباراة
من التدخل على نصير المزراوي الحكم لحسن حظنا انه زكريا استرجع كورته. وشوف العمل الكبير لسانتا ماريا مع حكيم مجددا نحو عبد الصمد. عبد الصمد عبد الصمد عبد ما زال الكره وما زال الخطوره للعناصر الوطنيه. بلال يسدد دبيتا كره منك يا حكيم. حكيم يلعب حكيم. زياش زياش ماذا سيقوم به حكيم؟ يسدد وتدخل تعود ميريناتو. التغطية صعبة لمنتخب البيرو خطيرة لمنتخب البيرو والتغطية من دفاع الفريق الوطني. وهنا الحكم يتدخل منتخب البيرو والتغطية من دفاع الفريق الوطني لكن بعيدا عن المرمى. الأطلس كرة لمنتخب البيرو فرصة بيروفية من الطرف الأيسر تواف منطقة الجزاء والترسيش من جانب حكيم عنده نصير. حكيم ونصير حكيم ونصير حكيم ونصير وريناتو. كل الضغوطات التي ترافق دفاع الفريق الوطني في مباراة مثل هذه سفيان مرمات مكش قط. كرة للأمام لمنتخب البيرو المتابعة من فنالك. كرة بيروفية نحو كاريو كاريو ورمان سيس رمان يسيمبونو في منطقة الجزاء المتابعة في القائمة الثانية. لكن أدفينكولا بوكا أدفينكولا بوكا جونيورز يمشي بكورتو والحكم كل ما فيه ولا شيء كل ما فيه ولا شيء. وصل اللاعب لوجود الخطأ تماما في الكرة من الجهة اليسرى للفريق الوطني. حي عطي الله ممتاز يحيى. تضيع تتحول من جديد لكريم أمام للأمام من نصير نصير لحكيم لأنس أنس 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 لكن ممتاز يحيى. تضيع تتحول من جديد لكاريو كاريو كاريو ليوتون ليوتون أنتوس كراس الكرة من يوسف نصيري. مجهود كبير من يوسف يوسف يلعب كورته من الطرف الأيمن لنصر المزراوي. تقدم من الفريق الوطني جالو من الجهة اليمنى للفريق الوطني أنس. المراوغة والبحث عن الكور ليما تلعب كرة في منطقة الجزاء وخروج سيمبولو. لما الثاني المتابع من أناس سروري كرة للفريق الوطني وخروج الحارس جالس جالس يخرج أمام يوسف نصير. بالبيرو للأمام نحو كاريو كاريو يحيى عطي الله في المتابعة يحيى ريناتو ريناتو تطبيع نفس الأسلوب ونفس الطريق يحرض رفاقه وزملائه. كرة للفريق الوطني إمكاني من حكيم سياش سدد حكيم حكيم ما مشاتش بعيد الكرة الماضية لزياش كان بإمكانه أن يشعل المدرجات. كرة وي كرة والتفاعل نصير كرة لأنس زروري في منطقة الجزاء للفريق الوطني مرة أخرى. بوفال يمر 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 بوفال واحد اثنين عبد الحميد الصابري فيها خطأ فيها خطأ الحكم قل ما فيها ولا شيء ويعلن عن خطأ لمصلحة المنتخب البيروفي. لا داعي أن تتشنج السيناريوهات متماماتنا تماما لما نراه اليوم. كرة من عبد الحميد